بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، ومرحبا بكم إلى فقرة جديدة من على كتاب يلير كومبروندر لتعلم اللغة الفرنسية. طبعا كنا قد وصلنا إلى هاد الصفحة. إذن في هذه الفقرة سنرى لا لتر دي كما نلاحظ دي. إذن يكتب بهذه الطريقة دي. طبعا تكتب بهذه الطريقة عندنا لتر دي. إلى غير ذلك. إذن عندنا دي تكتب بهذا الشكل. تكتب بهذا الشكل في الحالة المتقطعة، وفي الكتابة اليدوية طبعا تكتب بهذه الطريقة، كما في كلمة لو دو. لو دو يعني الظهر. لو دو، لو دو يعني الظهر. نتكلم عن ظهر الإنسان مثلا، هنا ظهر الإنسان نتكلم عن لو دو. ممكن نتكلم عن ظهر الدابة. نتكلم عن ظهر الدابة مثلا، هنا الأطفال يركبون على ظهر الدابة. إذا نتكلم عن لو دو. لو دو طبعا هاد اس لا تنطق، هاد اس لا تنطق، لا نقول لو دوس بل نقول لو دو. طبعا دو كومبرون لا لتر دي، دو كومبرون لا لتر دي. إذا كلمة دو تتضمن حرف دي. ثم عندنا دولان، هنا عندنا لو دو دولان، ظهر الحمار، ظهر الحمار. لو دو دولان. إذن عندنا هنا دو دو دي دا دو، دو دي دا دو. إذن كما تلاحظون عندنا إن بخومناد، إن بخومناد سور لو دو دولان، إن بخومناد سور لو دو دولان. إن برو م ناد، إن بروموناد. هناك بعض الإخوة يسألون عن نطق الكلمات. طبعا نطق الكلمات يتم عبر تقطيعها. مثلا كلمة بروموناد أننا نقطعها إلى مقاطع لفظية، هذه تنطق دفعة واحدة. نقول برو، نقول برو، نقول برو، ثم م نا نا ناد ناد ناد. إن بروموناد، إن بروموناد. نتدرب على الجزء الأول، نضيف له الجزء الثاني، ثم نكمل بالجزء الآخر. إذا نقسم الكلمة إلى مجموعة مقاطع لفظية، نتدرب على بعضها، ثم نضيف لها البعض الآخر حتى نكملها. إذا ثم بالتكرار يستقيم النطق. ليست هناك طريقة أخرى من غير التدرب على نطق الكلمات. إذا كنت أقرأ هاد السطر مثلا، أو هاد العبارة، أو هاد الجملة، إذا كنت أقرأها بصعوبة، طبعا أتدرب أولا على الكلمات جزءا جزءا، ثم أجمع بين الكلمات، ثم أعيد نطق الجملة وأحاول الإسراع في قراءتها، ثم أحاول الإسراع في قراءتها حتى تصبح سهلة، ومع بعض الثقة في النفس نبقى معها حتى تصبح سهلة. إن بروموناد سور لو دو دولان. إذن طبعا نعيد الكلمات، نعيد مجموعة كلمات، ثم نعيد الجملة حتى نتدرب عليها. إن بروموناد سور لو دو. بعض الإخوة يسألون عن الأحرف التي لا تقرأ. طبعا في اللغة الفرنسية كثيرة، هناك مجموعة أحرف تأتي في آخر الكلمات كما سنرى، سواء كانت اس كما عندنا هنا، سواء كانت تي، او كانت دي، او كانت او مثلا، او احرف اخرى. مثلا هنا عندنا لوكادونا، نتكلم على القفل. اذا طبعا لا نقرا اد اس، نقول مثلا دي زلاف، دي كي، دي كي، لا نقول ديس كي. اما اذا كانت الكلمه لوحدها نقول ديس، ولا نقول ديكس كما نلاحظ، نقول ديس ولا نقول ديكس، على عكس ما يجب أن يكون.
طبعا عندنا اكس، اذا علينا ان نقرا اكس، لكن المألوف اننا نقراها، المألوف اننا نقراها ديس. طبعا هذه الامور نتدرب عليها وهي مع الوقت ستصبح سهلة. طبعا هي ليست كاللغة العربية ان الحرف لا يكتب الا اذا كان يقرا، اما في اللغة الفرنسية فالامر مختلف. في اللغة الفرنسية طبعا هي ايضا ليست كالانجليزية، في اللغة الانجليزية طبعا لمن يدرسها سيرى اختلافا بين الكتابة وبين النطق، يعني في اغلب الكلمات. في اللغة الفرنسية كيفما كان الحال فالاحرف التي لا تنطق في الغالب نجدها في اخر الكلمة. طبعا هناك حالات اخرى ممكن ان الحرف لا ينطق في وسط الكلمة او في اولها لكنها قليلة. اذا عندنا هنا une promenade sur le dos de l'âne، اذا نتكلم عن نزهة sur le dos de l'âne، على ظهر الحمار. اذا نتكلم عن نزهة على ظهر الحمار. اذا احيانا ممكن نقوم بنزهة على السيارة، وممكن نقوم بنزهة على الدراجة، وممكن نقوم بنزهة على الأرجل فقط، لكن هنا نتكلم عن نزهة على ظهر الحمار. une promenade sur le dos de l'âne. ثم عندنا هاد الأحرف، قلنا lettres après on a ces lettres comme le voyons avec les voyelles suivantes. premièrement ces lettres avec a, avec i, avec u, avec i, avec o, avec e accent aigu, avec e, et enfin avec e accent circonflexe. Prenons tout d'abord n avec a. Ça va donner na. Na. Après on a va qui se prononce va. Après on a la qui se prononce la. Puis a pa. Ma ma. Da da. Après on a n i. Après on a la lettre n avec i se prononce nu. V avec I se prononce V. L avec I se prononce LU. P. MU. MU. DU. DU. N I. MI. V I. VI. L I. LI. P I. PI. M I. MI. D I. DI. N O. NO. VO, VO. LO, LO, LO. PO, PO, PO. MO, 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 MO. DO, DO, DO. NE accent aigu, NE. VE accent aigu, V. LE accent aigu, LE. PE accent aigu, P. M E accent aigu, mais D E accent aigu, D. N E, ne. V E, ve. L E, le. P E, P E, pe. M E, me. D E, D E, de. De. M E accent circonflexe, mais VE accent circonflexe, V, LE accent circonflexe, les, PE accent circonflexe, P, ME accent circonflexe, mais, DE accent circonflexe, D, D. Tout le monde a une dame, voilà, voilà, c'est une dame, c'est une dame. C'est la dame. إذا عندنا هنا une dame. إذا نتكلم عن سيدة. سيدة من السيدات. واحد السيدة. une dame. هنا عندنا la dame. السيدة. السيدة. المفروض أن السامع يكون يعرف شكون السيدة اللي تنتكلموا عليها. ملي تنقول له سير عند السيدة. يعني راه السيدة عارفة هو. هادشي اللي تنعتقد أنا. هادشي اللي تنعتقد. أما إلا قلت له سير عند واحد السيدة. غتلقاها كذا وكذا، لابسه كذا وكذا، إذا واحد السيدة ما تعرفهاش. إذا نتكلم هنا عن إندام، إندام، يعني سيدة من السيدات. ثم عندنا لو
père de René, le père de René. Ab René, le père de René. Ab René. L'âne de Lily, l'âne de Lily. L'âne de Lily. Himar Lily. إذا عندنا هنا إن دام 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 ثم عندنا لو بي بيغ لو بيغ ثم دو دو تنطق دو ثم عندنا إغ أو تنطق غ غ ني غ ني طبعا إن أو أكسون إيغي تنطق ني غ ني طبعا نجمع بين هاد النطقين ثم عندنا لان لان ان ان لان ثم عندنا دو لي 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 دو لي لي حمار لي لي ثم عندنا ثم او اي تنطق كما راينا و دائما او اي تنطق و لا نتكلم عن اي او نتكلم عن او اي بهذا الترتيب تنطق و إذن عندنا مع V تنطق فوا 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 ثم عندنا CI تنطق سي فوا سي بحال عندنا S هنا لأن السي بعدها إي طبعا سنرى بعض الحالات الأخرى متى تنطق كS ومتى تنطق كك ومتى تنطق كالكاف كك فوا سي فوا سي ثم عندنا ديزوليف ديزوليف هنا عندنا هاد إكس تتنطق بحال عندنا إس فواسي ديزوليف انظر ها هي عشر زيتونات ها هي عشر زيتونات لوليف كما رأينا فيما سبق نقصد بها زيتونة إذن عندنا هنا فواسي ديزوليف طبعا نضيف إس هنا لأننا تنتكلم على الجمع تنتكلم على عشرة زيتونات إذن نضيف إس هنا ثم عندنا إن بات إن بوم تمرة تنتكلم على التمرة ديال النخل إن بات إن إن بوم وتفاحة تمرة وتفاحة إذن كما رأينا فواسي دي أوليف أوليف لا نقول أوليفز لأن هاد إس ديال الجمع كما قلنا لأن هاد إس خاصة بالجمع كما قلنا إذن فواسي des olives une date une date date اي اي غطي تنطق اي هادي هو المقصود به هو او العطف une pomme une pomme هو تفاحة une date une pomme تمرة وتفاحة ثم عندنا كلمة طبعا فيما سبق رأينا كلمة إن كما نقول واحدة أو كما قلنا بأنها تتصلح باش نقدموا بها واحد الاسم اللي هو نكرة ما معروفش غير معرف هنا عندنا المذكر ديالها اللي هو أيضا يعني واحد ويصلح أيضا نقدم به كلمة نكرة غير معروفة مثلا لو بير أدي Le père a dit, le père a dit, le père a dit, كما تنشوفوا دي هاد الطي ما تتقراش. إذا طبعا علينا أن نتذكر هاد الأحرف في هاد الكلمات. إذا le père a dit, إذا الأب قال. طبعا عندنا نا لوكسيليغ أفواغ وعندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل دير أنه تيكون بهذا الشكل. Le verbe dire عنده le participe passé عنده participe passé واحد كسائل أفعال كل فعل عنده participe passé خاص به إذن le participe passé الخاص بفعل دير هو هذا يمكن لمس نلقى واحد الصيغة أخرى إذن le père a dit إذن الأب أنه قال إذن طبعا لبغيت نتكلم على رأسي أنا لبغيت نتكلم على رأسي أقول j'ai dit أنا قلت tu as dit أنت قلت إل أ بحال هذه اللي عندنا دي إل أ دي هو قال غير هذيك إل وضعنا في بلاصتها لو بيغ وضعنا مكانها لو بيغ لو بيغ أ دي الأب قال ماذا دون أن دومينو أغيمي
اعطي دومينو واحد لغيمي لغيمي دون ان دومينو دون ان دومينو نتكلم عن هنا لو دومينو معروف نتكلم عن الدومينو 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 اذا نتكلم عن لعبه الدومينو المعروفه معرفه بدله هنا عندنا دون ان دومينو يعطي واحده من هاد اللعب وحده كما كانت ما عرفناش الطفل شنو اللي غيعطي من لعبه من هاد الدومينوات من هاد الدومينو الغيمي اذا الاب قال له لو بيغادي دون ان دومينو اغيمي دون ان دومينو اغيمي اعطي دومينو واحد لغيمي اما لو قال له لو قال الاب دون دون لو دومينو اغيمي هنا الاب تيحدد الدومينو المعروف اذا لو قال دون لو دومينو اغيمي اذا على الطفل على الطفل لتوجه له السؤال لتوجه له الامر انه يمشي لهذيك اللعبه المحدده المعروفه ويعطيها الغيمي لانه عرف الاب هنا دون لو دومينو اغيمي ولكن ماذا قال لو بيردي دون ان دومينو اذا اعطي دومينو واحد من الدومينوات اغيمي لي اغيمي اذا طبعا الطفل المامور اللي توجه له الامر غادي يهز وحده ويعطيها الغيمي لانه ما معروفهاش ما معرفهاش ثم اغا اغا كما تنشوفوا كلمه غا فيها الطي ما تتقراش اغا سور لو مور اذا نتكلم عن فأرون فوق الحائط او فوق الجدار ميغو نا با في لوغا ميغو نا با في لوغا اذا ميغو لم يرى الفأر ميغو نا با في لوغا ميغو لم يرى الفأر اذا نستأنف في الفقره القادمه حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.